الخطيب لا اظن في زمان غادي يخلق لاعب حل محمود الخطيب. يعني انت ترى احد نجوم الكره عبر تاريخ؟ طبعا محمود الخطيب، احنا لما كنكونوا متواجدين مع محمود الخطيب ما كنتكلموش حتى يأذن لنا محمود الخطيب بالكلام. يعني وهو يعني يراكم هكذا، والحقيقه ده اللي انا قصدي عليه. يعني لو حد منكم موجود النهارده حظوظه بقى على مستوى العالم كان يقدر يتعامل مع الاحتراف؟ احنا سبقنا لها ديالنا السيد المهندس. احنا سبقنا انت سبق في يعني المغرب كان ليها محترفين كتار، لكن في مصر ما كانش فيه. يعني الاحتراف وصل عندنا متاخر قوي اظن احنا، لان بحكم قرب لاوروبا وكانت اللغه وكذلك حتى يعني كان من السهل الواحد من المغرب او الجزائر، لان قرب وخاصه احنا كتعرفوا تواجد المغرب فين، احنا يعني حدود مع اوروبا. منفتحه اكثر. طبعا. واظن ان محمود الخطيب او طاهر ابو زيد او فاروق جعفر او حسن شحاته او كل نجوم اللي عرفت الكره المصريه زمان، حتى الفتره ديال ابو تريكه، لا اظن كانوا يعني هما في عندهم رغبه يحترفوا. الظروف ما سمحتش، لان صراحه هما اظن دائما لما كتكون كتلعب في نادي مثل الاهلي، اكبر نادي في عند العرب وفي القاره الافريقيه، وبالالقاب وبالمجد ديالو، مش سهل. طيب مش سهل، ولكن غير اسمح لي استاذ، غير اللي كاين هو الكره الحديثه اليوم طبعا ولات فيها كيف قلت كره علميه، وكره ولات يعني كل اللاعبين كيعرفوا، الاغلبيه كيعرفوا تدبير المساحات والسرعه، وكذلك العدد في وسط الملعب، ولات اشياء كتعطي واحد النوع من في غالب المباريات نوع من المتعه ومن الفرجه. الخطط ما كانتش مزحومه زي دلوقتي، وما كانش بالعنف بتاع دلوقتي، فطبعا كان في مجال للابداع. صحيح، انا كان كيبان لي زمان كان اكثر عنف على اليوم، اكثر من دلوقتي طبعا. والله يعني كان المان تو مان بقى. لا كانت كره، لانه خاصه في افريقيا السمراء كان صعب جدا والله. ما كانش في مساحات يعني كثيره.